كانت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الثاني عشر والخاص لانطلاقة اللقاء. القعدان المهجنات الأصايل شعارات هنا أصحاب السمو الشيوخ لنتابعها بهذه الانطلاقات ونتابعها بالتحديات. نصير معكم لصدارة هذا الشوط وإلى المقدمة وإلى شاهين هجن الرئاسة ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة، ولكن أرى التغيير، أرى التغيير في هذه اللحظات من معاند لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد بوعقر المزروعي في التضمير، بينما من الجانب الآخر هملول المنطلق من هجن الرئاسة مع علي بن ميل الوهيبي والوصول هنا أيضا مزاحم هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري في تضمير شاهين من الجانب الآخر هجن هنا ند الشباء مع سالم بن سعيد في التضمير وعلى المركز الخامس. المركز الخامس شاهين هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في تضمير. من يأتينا هذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل وصل شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي في تضمير. يأتينا بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل والتحديات المتميزة. أما المركز السابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، والمركز الثامن هنا الكحلي لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف خلفان نغويص السويدي في تضميره. من يأتينا هذه الانطلاقة على ثامن المراكز، والمركز التاسع ربدان لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان مع ناجم بن علي الغيلاني، وعلى المركز العاشر. المركز العاشر هنا المنطلق هملول هجن الرئاسة مع محمد بن عتيج بن زيتون نميري في تضميره. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم هذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شاهين المنطلق بصدارة هذا الشوط هنا من هجن ند الشبا بقيادة سالم بن سعيد في التضمير. من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مزاحم في المركز الثاني هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع المستحيل على ثاني المراكز. المركز الثالث شاهين هنا هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتينا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هملول هجن الرئاسة بقيادة المضمر هنا في هذه الانطلاقات الظافر علي بن يمي اللوهيبي شاهين المتسلل هجن الرئاسة بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم اللوهيبي. سادس مراكزنا يأتينا معاند لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروعي في تضميره. من ينطلق بهذه التحديات والإثارة شاهين هجن العاصفة من الجانب الآخر مع غياث الهلالي يأتينا على سابع المراكز. المركز الثامن ربدان ثم الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني في تضميره. تاسع مراكزنا هنا المنطلق هملول هجن الرئاسة هنا محمد بن عتيق بن زيتون نمهيري في تضميره. وصل شاهين من هجن ند الشباب مع سالم بن سعيد على عشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، نهى على حضراتكم هذا الانطلاق وبهذا الأداء. لنا عودة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى شاهين هجن ند الشبا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هذا الانطلاق وبهذا الأداء. إذا شاهين هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز الثالث والمنطلق مزاحم هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسمة المنصوري. ويأتي هملول على المركز الرابع هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصل شاهين بأول نداء
شاهين هجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروش الشاهين من الجانب الآخر، هجن العاصفة مع غياث الهلالي مع الكيلومتر الأخير ومغادرته شاهين القادم، وكذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. نعود مشاهدين الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول. لا زال على الصدارة شاهين هجن نادي الشبا مع سالم بن سعيد من يأتي على الصدارة، ولكن أرى هجن زعبيل، هجن زعبيل بدأت تتألق، بدأت تنطلق مع المتألق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. هو شاهين هجن زعبيل كعوائده دائما وأبدا. هو شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ينطلق بصدارة هذا الشوط هنا بهذا الأداء الجميل شاهين هجن زعبيل. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد في المتابعة، شاهين في المركز الثاني والمركز الثالث كذلك شاهين، هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ولكن تهانينا تهانينا للمرة الثانية هنا لمؤسسة هجن زعبيل ومالكها سيدي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. شكرا بسعيد على هذا الأداء، شكرا المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على هذا الفوز الجميل الذي قدم شاهين ولحظة وصوله إلى خط النهاية. شاهين في المركز الثاني هجن العاصفة، مركز الثالث شاهين هجن العاصفة، مركز الرابع شاهين هجن نادي الشباب، المركز الخامس شاهين هجن العاصفة. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى، لها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا أيضا 7 دقائق 23 ثانية، 4 من الأجزاء من الثاني التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام شاهين. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هو شاهين سجل 7 دقائق 25 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما المركز الثالث أتانا شاهين أيضا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي 7 دقائق 25 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.